اسمي هشام حوتي من مواليد 7/9/74 من مدينة الدار البيضاء، جندي سابق في القوات المسلحة الملكية الرديف من في عهد الراحل المرحوم رحمة الله عليه جلالة الملك الحسن الثاني ووزير الدولة والداخلية الإعلام السيد إدريس بصري ونزيل بالخيرية الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق ونزيل بالجمعية الخيرية عين الشق سابقا الذي قد زارها صاحب جلالة محمد السادس نصره الله وقد قام بصلاة الجمعة عند زملائي من القوى المسلحة الملكية الرديف في المدينة البرنوسي. أطالب المجتمع الوطني والدولي بحقوقي كحق إنسان منذ 44 سنة بدون حقوق وبدون مال وبدون مأوى وبدون زواج وبدون أي تمتع حقوقي دولي حول الميثاق الوطني الجنيف الدولي السويسري 82/27 لحقوق الميثاق الدولي لحقوق الإنسان. أناشد المجتمع الوطني المغربي والمجتمع المدني أن يقفوا في جانبي في هذه المأساة وأتقاضى أجري كطالب معاش في مدرسة السلطان البلدية أمام الزنقة المهدي بن تومار الرقم 23 السكنة السابقة في عملة مدرسة السلطان الفيدة البلدية طالب معاش باش كنعيش وهذا الشيء اللي كاين وضلموني في بيرميد الكار وبيرميد تاكسي وكريمه والحقوق فيما كنمشي اي اداره سلطويه او مركزيه او تابعه للدفاع او القصر او شي حاجه يهددوني انني بالتهديد بالمكتب الثاني لدوزيام بيرو ان يقصفوا حياتي داخل المعتقلات وتعرضت عده محاولات اغتيال من ان طالب مطالبي هذه الحقوق وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.